عليكم. احنا شباب من مجموعه ديال الشباب ديال الامن العبده، شباب متطوع مسلم ديالنا، كنخدموا على بزاف ديال الانشطه سواء متعلقه بالثقافه ولا بتربيه التعليم ولا بالسياحه وداكشي. نظرا للظرفيه اللي كتعيشها العالم والمغرب خصوصا، فارتئينا اننا نديروا واحد النشاط اللي هو عباره عن تقديم الشكر والامتنان للناس اللي خدامه في القطاعات اللي كتواجه بشكل كبير الجائحة ديال كورونا بواحد الشكل اللي هو مباشر. ومن أهم القطاعات اللي كتواجه هاد الجائحة هو قطاع الصحة، فلهذا قررنا أننا نشكركم على المجهودات اللي نتوما كديروا، على السهر اللي كتسهروا سواء على المرضى سواء على الناس اللي كتستقبلوهم كل نهار. فشكرا لكم، شكرا سيد مدير المستشفى، كنقدم لك هاد الدرع هذا. هذا ما تزيد الا يقوينا، ما تزيد الا يزيدنا شحنه من العمل. تنحيو الشباب ديال مدينه العرائش، تنحيوكم جميعا، لا اللي جاي في اطار جمعوي في اطار جمعيه مدينتي ولا في اطار اللي هو تطوعي. تنعرفوا الاخوان، تنعرفهم شخصيا الاخوان كاملين، تنعرف العمل ديالهم على المستوى الثقافي والتربوي، وتلاقيتهم بزاف ديال المرات. هذا الشيء ما تزيد الا يشجعنا. كاين هنا مجموعه ديال الفرق اللي تشتغل، كاين الفرق ديال المستشفى، كاين الفرق ديال التدخل السريع، كاين فرق ديال اليقظه. عبركم تنشجع وتنهني الاخوان اليوم بالشفاء ديال مجموعه من الناس اللي عندنا في المستشفى. دونك المجي ديالكم مجي ديال الخير ان شاء الله. نتمنوا انكم تبقاو تجيو عندنا ديما، واننا نفضلوا نخرجوا المرضى ديما. تنشكركم وتنحيي الفريق ككل، وشكرا. هذه الجائحه هذه واحد الدرع اللي هو شي حاجه صغيره مقابل داكشي اللي كيقدموا لنا.